راشد يا اخوي، ان شاء الله بس طيبت خاطر حرمتك. ترى ساره طيبه بنت حلال وتحبك، ولا تنسى ان هي ام عيالك. طيبت خاطرها يا فاطمه، بس تبى تفكر. تفكر؟ تفكر في شو بعد؟ هي تقول تبى تفكر، خليها على راحتها. يعني رمست ساره صدق تتزوج على ساره يا راشد؟ تتزوج على حرمتك؟ ليش؟ شو قاصرنها؟ رد علي، شو قاصرنها؟ انا شرعت حق ساره كل شيء، وهي اكيد بتفهم. بتفهم شو؟ نحن كنا مو فاهمين شيء ولا مصدقين. ساره بتفهم، بتفهم لانها تحبني وتحب عيالها. عشان تحبك وتحب عيالها تقوم تجرح قلبها يا اخوي. مع السلامه يا فاطمه. يوسف، المفتاح اللي اعطتني اياه ما يفتح الباب. اي ما يفتح. حاولت اقول لك المفتاح ما يدور في القفل اساسا. ليش واقف برا؟ ادخل انت، انت بغريب. يوسف غير مفتاح الشقه. زوجتك طلعت وما تركت المفتاح. انت اللي قلتي لي غير القفل. ما يستوي نخلي الشقه مفتوحه. بعدين انت ليش متضايق؟ الموضوع ما يستاهل. ليلى، ساره يمكن ترد. اذا ردت الشقه موجوده. ولا انت تبي تهدني بروحي وتقعد بالشقه بروحك؟ إذا سارة ردت وشافت الشقة مقفولة بتظن إني أنا اللي غيرت القفل مو أنتي. حبيبي أنا ما أحب أتدخل، بس ما كان المفروض تترك الشقة وتصير بيت أخوها قبل لا أن توصل من السفر وتفهم كل شيء. سارة معذورة، أنا ما ألومها. بعد لا تلوم روحك، أنت ما سويت شيء غلط، أنت ما حبيت تجرحها. أنا حاسس اللي سويته كله غلط بغلط، كان المفروض أقول لها كل شيء من الأول. واحدة ثانية مكانها المفروض تقدر اللي أنت سويته. أنا بحاول أصالحها علشان اليهال. حاول، بس لا تهين كرامتك. عيالك بيعيشون أحسن عيشة، وإذا أنت حاب أنهم يقعدون معنا هني أنا ما عندي مانع، مستعد أعاملهم مثل ما عامل بنتي. حبيبي لا تضايق روحك، أنا مستعدة أوقف معك سوي لي كل اللي تبي.
ايش حق ما صرتي وياه؟ الريال جاينك لين هني ياخذ بخاطرك ويراضيك، ليش ما رحتي وياه؟ انت ايش تبغي؟ ما اقدر، راشد جرح كرامتي. شو؟ جرح كرامتي؟ وين جايب هالكلمة هاي بعد؟ ايش سوى الريال؟ الريال تزوج ما كفر، من حقه. من حقه؟ اي نعم من حقه. من حقه اصلا الزواج هالايام بالثنتين موضة. المهم انه يحط لك مكان تسكنين فيه انت وعيالك ويصرف عليكم. غير كذي انت ما لك حق عليه. انا من حقي انه يحترمني ويصون كرامتي. مو بيتزوج من وراي ويخدعني. كيف بقدر اعيش معاه؟ كيف بقدر اواجهه؟ وانت من قالك تواجهينه ولا انك تتعيشين وياه؟ انت خليك جالسه في شقتك انت وعيالك، وهو خلي يصير يجلس ويا زوجته هذيك الثانيه من قله بيوتهم. انا بطلب الطلاق. تطلبين الطلاق؟ اتخبرتي تتخبرتي. وين تصيري تنسين؟ انت وين بتسكنين ويا عيالك؟ وين بتتلدحين؟ بتسكن عندنا. تسكن عندنا؟ ايش قاعد يعني تسكن عندنا؟ يعني تودر شقتها هناك وتي تسكن هي وعيالها في حجره واحده؟ انت تشجعين على الطلاق انت؟ هذا بدل ما انك تشوفين اخوك الحيز الاربد هذا الردي يصالحها؟ ساره بتظهر منه على بيت ريلها. على يديك؟ خلينا نشوف اخوك هذا يحلنا الورطه اللي نحن فيها. ما علي يا عمو، لا تهتمين، ان شاء الله كل شيء بيتصلح. انا ما اعرف كيف صار، بس كل شيء تم بسرعه. وانتو موافقين؟ حتى لو مو موافقين، تعتقد ان نقدر نمنعها؟ قصدي ابوك موافق؟ اكيد قدروا يقنعونه. منو هم اللي اقنعوه؟ ارجوك يا جاسم لا تسالني، لاني ما ادري عن شيء. سمية تدري؟ انت بالله عليك ايش قايل تقولي لي قدامها خلت تجلس عندنا؟ ايش قايل؟ انا من وين اللي اصرف عليها وعلى عيالها؟ لازم تعرف ان مالها الا بيت زوجها. زوجها تزوج عليها وحده ولا عشره؟ هذه كلمه طيبه ما فيها شيء؟ لا فيها. ايش قايل ما فيها شيء؟ فيها انك انت جالسه تشجعينها انها تترك اخوك وتجلس عندي في البيت هني. عيال شو تباني اسوي يا موسى؟ تباني اروخها من البيت؟ انا باها تعرف انها مالها بنت من زوجها. ما حد بيتحملها ويتحمل عيالها الا زوجها. ما نبغي نشجعها على الطلاق. هذه مقهوره. مقهوره المسكينه ما تلام. البركه في اخوك. اخوك اللي عمت عينها البيزات. لا بركته في اخوك ولا في اخته. خذي يا شو خذي خذي. وين سمية؟ صارت مع أبوها. شلون تخلينها تصير مع أبوها من غير ما تقولي لي؟ إيش تبيني أسوي؟ أجلس لها حارس؟ مو نشا الكلام. شو أسوي فيك؟ أنت طايرة وهادة بنتك وتعقين اللوم علي؟ إذا خايفة عليها هالكثر اجلسي معاها واهتمي فيها. يعني الحين أنا مقصرة ببنتي؟ أنا مالي حق أحاسبك. أنت حرة في تصرفاتك، بس لا تتمين تحاسبيني على تقصيرك مع بنتك. تقصيري؟ أوه، هذا الموضوع شكله ما بينتهي.
نعم ليلى، شو المشكلة؟ يوسف أنا خايفة، خايفة يحرمني من بنتي، للحين ما رجعها. بيرجعها يا ليلى، بيرجعها، لا تخافين. الساعة 10 للحين ما رجعها. إذن خليها تبات عنده، شو بيصير يعني؟ هذا أبوها ترى في النهاية. بعدين أنت لا تقعد تحسسين أنك أنت مهتمة أكثر من اللازم. بعدين يبتدي يضغط عليك ويحاربك من خلال سمية. بس أنا ما أعرف أجلس من غير بنتي. ما أعرف يا يوسف، ما أعرف. قلت لك بيرجعها، إذا مو الليلة باكر هي عندك. أصلاً جاسم ما يقدر يخليها عنده. أنت بس لا تبينين له أنك أنت ضعيفة. أوكي، أوكي. خير إن شاء الله. يلا تصبحين على خير. ألو. صباح الخير حبيبي. صباح النور. مشيت ونرجع؟ خفت تروح عليك نوم؟
لا نشيت. يلا عيل حبيبي، أو أشوفك بالمكتب أول ما توصل. ها أوكي أوكي. يلا باي باي. هلا حبيبتي. أبوي يقول أنتي ما تبينه. أنا؟ هي يقول أنتي خدتي واحد ثاني عشان يصير أبوي. لا حبيبتي، أبوك قاعد يتغشمر معك. أنا ما أبي إلا أبوي. هذا طلع راشد. شو بلاكم؟ حد من الاهل مريض؟ صار فيها شيء؟ لا يا ابوي كلنا بخير، بس بصراحة نحن قلنا ما بنحصل كل هالوقت. شفتي؟ هذا اللي انا كنت خايفة منه، ما قلت لك؟ فاطمة تكلمي، شو بلاكم؟ انت تعرف موسى حنان وكل شيء يضيق عليه. ضايق من سارة مو بجي؟ يا ابوي سارة تحبك وسارة طيبة بنت حلال، بس بصراحة يا راشد يا اخوي ما تستاهل اللي سويته فيها. احنا خايفين تسمع لها كلمة من ابوي تهد البيت وتطلع. راشد سارة مالها غيرك، لا تضيعها وتضيع عيالك. انا مستعد اقيلها بدال المرة 10، مستعد اسوي اللي تبغى بس عشان ترضى. بتينا اليوم العصر؟ يلا خلينا نروح. يلا نترياك خالة. هلا والله. تأخرت عليك؟ لا بس قمت حاتيك، ما شاء الله عليك قمت تمشين السيارة بروحت. ضيعتني من عقب ما رحت. يا ربي يا ربي كم بعيش أنا، بس كم اللي أقولي تباركت عليك. هذا أبوك قام يخليك تسوقين السيارة بروحت. الله والسيارة عادة. اللي أقولي شنو ناوي تسوي الحين؟ أنا ويا حجي صالح. يا حجي صالح؟ عقب كل اللي استوى؟ بس صدقيني ما في أطيب من حجي صالح.
قررنا ناخذ بسطة في سوق السمك. تاخذون بسطة في سوق السمك؟ وبدتم تبيع سمك يا فيصل؟ حسن لين احصل شغل احسن؟ ما بتحصل شغل احسن الا اذا كملت دراستك. بدرس بس عشان خاطرك. بس لازم تكون مقتنع. مقتنع؟ بس اول ما احصل فلوس على طول بسجل في الجامعة. وانا بساعدك. بتساعديني؟ قصدي يعني بساعدك في الدراسة. انا ما عندي فلوس. كم بعيش يا ربي. يلا انا لازم اروح. انا بعد. مع السلامة. مع السلامة. فيصل هو اللي شار علي أخذ بسطة في سوق السمك. وش لك في التعب يا أبوي؟ معاشي سدنا. سدنا الحين وعقب شهر يمكن ما يسدنا. الغلا يا بنتي كل الناس خلاهم يعضون أصابعهم، حتى اللي حالتهم زينة تردت. وإذا جلست في البيت موسى بيفرح، بيظن أنه كسرني، وأنا ما يكسرني غير الموت. بعيد الشر يا أبوي، احنا ما بنفتك من موسى ومشاكله. لا ما بنفتك. موسى يبي يطيرني مثل ما طير باقي البحاحير علشان يلعب في البحر على كيفه، بس ما بيحصل له. وينك حبيبي؟ ما مريت علي المكتب. سوري بس شغلت شوي. يعني ما اشتكت لي وانا اللي طول الليل افكر فيك؟ اليوم لازم تيجي تبات عندنا. ابات عندكم؟ اي تبات عندنا، انت الحين مو بغريب. بعدين ما يصير تبات بالشقه بروحك. علشان كذي غيرتي قفل الشقة. كيف؟ غيرت القفل علشان تجبريني أي أبات عندكم في البيت. أنت شلون تفكر كذي؟ وبعدين أنا شرحت لك كل شيء. أدري أدري إنك شرحتي. أدري. أنا آسف إنك مو بقادر تفهمني. سم أنا زوجتك ولي حقوقي. ليلى أرجوك لا تضغطين علي. أبوي ينتظرك اليوم على الغداء، بليز لا تتأخر. من وين جبتوا الصور؟ من المطعم. شفت الوساخة كيف؟ شفت ملابس طباخين؟ شفت المكان اللي يطبخون فيه؟ شفت شقايل يسوون سندويشاتهم؟ انتوا الحين تركتوا السماميج ورديتوا على المطاعم؟ الصدق يا استاذ اكثر من 100 شخص سممه وسبه المطعم، وكله موثق قدامك في الصور هذه. انتوا تعرفون منو صاحب هالمطعم؟ بصراحة لا، بس نحن يهمنا ان نحن نكشف الحقيقة للرأي العام. صاحب المطعم اعتذر وقال ان اللي تسببوا في هالتسمم هم العمال انفسهم. حتى العمال يا استاذ مو بمدربين، ما يعرفون يطبخون، ما يعرفون شو قال يحفظون الاكل. والضحايا المساكين من عامة الناس واكثرهم حريم واطفال. هذه مو مسؤوليتنا نحن، هذه مسؤولية الصحة او البلدية. كيف يعني يا استاذ؟
يعني يا أستاذ تأخذ هالصور وتروح تدور لك على موضوع ثاني. طوف يا كريم طوف، الظاهر أن الأستاذ يبغى يحول الجريدة لنشرة إعلانات تجارية. احترمي نفسك. بس هذه حالتنا وياه، الحين هذا يبغى يمشينا على كيفه. لا يا كريم، هذا متعمد يضايقنا. أنا عندي عرض في جريدة ثانية وأقدر أنتقل لهم مباشر بعد. أرجوك يا كريم لا تضيع الفرصة، انتقل انتقل. أنا تام هني بس علشانك. شو أسوي في هذه الصور يا بدور؟ خليهم عندي. تقدرين تنشرين أي موضوع في الجريدة من غير لا تعب ولا مراكض في الشوارع. تعتقد كذي ها؟ هذا أنا قدامك أسوي اللي أبغي. قصدك أخبار العلاقات العامة؟ هذا هو السقف المسموح لنا في الجريدة. بس الممنوع أكثر. مو بكل اللي نعرف ينقال. أنت تردد نفس الكلام اللي يقوله مدير التحرير. أنا في النهاية موظف أسوي اللي يقولوا لي عليه. لو تبى بسوي، بس انت خايف على وظيفتك. بتعبين يا بدور. لو عيست بدور لي وظيفة ثانية. بس هذا عناد. أصحاب القناعات هم اللي يفوزون في النهاية. بس إذا كانت قناعاتهم صحيحة. وتظن الاستسلام لأي وضع خاطئ. قناعة صحيحة يا أستاذ. شوفين دعمتي سيارتي. عفوا دعم سيارتك؟ شقاعد دعم سيارتك وانا الحين ما شغلت السياره. شو صارخين بلا؟ شقاعد ما تباني صارخ؟ شقاعد دعم سيارتك وانا الحين ما شغلت السياره؟ اقول لك انت دعمتي سيارتي عند المول. يمكن انت مروحه عن فسفس فسفس. اصلا انت واحد حقير وما تستحي على وجهك. الله أكبر، أنا ما أصلح أوي. أنا أنت تعرف أصلا الله وين يا هناك. فيصل اسمح لي اخوي مغلطه. وين ساره وعيالها؟ ايش حق ما يوم يتغدون؟ ساره غدت الصغاريه وقالت بتتريا نوف ترد من الجامعه تتغدى وياها. كلمتي اخوك؟ اي نعم كلمته. وش قال؟ قال بيجيها اليوم العصر. تش فيكم؟ مبين عليكم مضايقين من عمتي. انت تشب انت ما يخصك.
لا تدخل نفسك بشيء ما يخصك. انا ابو ما صار له يومين من يد. اقول لك كلمه انت من وسكت. بسم الله. انا اقوم احسن لي. زين لك تشيحينا. تعال امي تعال تغدى. خلي ولد. جيل الحين. مو بزين عليك. ما يرضون على عمتهم. هذه عمتهم. ايش قاعد تتكلم قدامه؟ ما يرضون عليها. والله عاد انا اتكلم وقت ما ابغي واسكت وقت ما ابغي. هذا اللي قاصر. اسمعي. اذا يا اخوك قولي له ما يطلع من البيت الا هو ماخذ حرمته وياه. ما قلت لي يا راشد، شخبارك؟ الحمد لله بخير طال عمرك. عاد انتوا تزوجتوا وسافرتوا بسرعه، ما اعطيتونا فرصه حتى نستانس؟ يكفي انهم مستانسين ببعض يا عمي. ولا ايش رايك يا راشد؟ انا يكفيني شرف يا عمي اني ناسبتكم، وهذا شرف كبير بالنسبه لي. والله يقدرني واقدر اسعد ليلى. احنا نعتبرك واحد منا وفينا، وكنت اتمنى انكم تسكنون عندنا في البيت. انا بعد قلت لي يسكن معنا. يمكن ما يرتاح. علشان كذا انا سجلت جناحي الخاص في العماره باسم ليلى، واعتبروه هديه زواجكم. مشكور يبا. مشكور يا عمي ما قصرت. واذا حبيتوا تجلسون ويانا في البيت ترى المكان مكانكم. لا بعد وين يسون معنا الحين؟ أكيد يبون يسيرون هناك بروحهم. على كيفهم، يسوون اللي يريحهم. بس ما أدري سمية بتصير وياكم ولا؟ طبعا بتصير معنا. عيل وين بتصير؟ إن شاء الله. لا تخافين على سمية، تيلا سعدكم ولا عدنا كل واحد. ولا يمكن عند أبوها. أنا ما أبغي أثقل عليكم، أدري أخوي متضايج مني. عمو أبوي متضايج عشانك، ما يبغي يشوفك متطلقة، وأنتي تعرفين نظرة الناس. أعرف. عمو أنتي لازم تفكرين في الموضوع عدل، ولا تتسرعين في طلب الطلاق. غصبن علي، مو بيدي. ما في حل ما تتمنى الطلاق. خالي راشد بيلك مرة ثانية. بيلي؟ اليوم العصر. شك عرفتي؟ عرفت. عمو ليش ما تاكلين؟ بصير ادور شغل، ابغي اشتغل حتى ما اعتمد على احد. لو كنت اشتغل ما كان صار اللي صار. على الاقل كنت اقدر اساعد راشد. حاجة مستعيل. وين ساير؟ بسير عندي شغل. شغل ولا بتروح لها؟ ليلى من يين أنا ما شفت لي حال. خلص أوكي أوكي، بس حط في بالك الليلة بنطلع نتعشى برا. أوكي. لا تأخر. أوكي. بمر عليك الساعة 9.
أظن إن راشد يبقى له سيارة أحسن من هاي السيارة التعبانة. جسم! سير اسقر أخوك مروان بسرعة. ما حد حبيبي قرب كراك والحياة حلوة وشي سريح. أنت شو مسوي اليوم؟ أقول لك شو مسوي اليوم؟ هي كام داون، هدي بلاك. شو أنت أصلاً؟ حقير، كلب، حيوان تافه سافل. هي احترم نفسك لأرشك الطراب. كلب هدوني، هدوني على كلب، هدوني حيوان سكت مدار فرقناه دون تعال قدر تعال مجالة ممنوعة. يلا حبايبي، هذه خالتكم نوف بتطلعكم معاها، تستانسون وتلعبون وتاكلون، بس لا تلعوزون هيما عشان خاطري، ترى إذا سويتوا الشيطانة بترجعكم البيت. وانتي ليش ما تصيري ويانا يما؟ تعالي ويانا يما. انا راسي يعورني، تعبانه، برتاح شوي. اذا بتصبرون لباكر انا بصير وياكم. لا ما بنصبر لباكر، بصير الحين. زين بصير الحين، بس لا تلعوزون خالتكم. يلا امي ما بصير السياره حبيبي. ما تبغين ابوهم يشوفهم؟ اذا تم وهني ما بقدر اتكلم معه، شي احسن. وسامحيني كلفت عليك. عمو أنا دريبت إنك مجروحة، حاسة فيك، بس هم خالد وشذا يستحقون التضحية. انتي عارفه معنى الكلام اللي جالسه تقولينه؟ اذا كنت تهزني صدق يا راشد خلنا ننهي هالموضوع باسرع وقت. بس انا للحين ابقيك يا ساره، للحين احبك، واللي استوى هذا كله علشانك. ما شي فايده يا راشد. كيف يعني ما شي فايده؟ اقصد الكلام ما بيغير شيء. أنا ما أقدر أجذب عليك، انكسر بداخلي شيء، وإذا فعلاً تبغي تريحني طلقني. بس أنا ما أبغي أطلقك يا سارة، أنت اللسانة اللي أنا صدق أحبها. والثانية أنت عارفة ليش تزوجتها، ما لها داعي أعيد نفس الكلام. أرجوك يا راشد، خلاص أنت اللي اخترت. زين وعيالنا؟ أنت ما فكرتي في شذا؟ ما فكرتي في خالد؟ وين بيسكنون؟
شو بيكون تأثير الطلاق على حياتهم، على مستقبلهم، على دراستهم؟ يا لسه تلومني أنا الحين ليش إني ما فكرت؟ ليش أنت ما فكرت بالأول؟ شو تبغيني أقول لعيالك؟ أقول لهم أبوكم مهدنا ومشى؟ قولي لهم الصدق، قولي لهم أبوكم تزوج علشان يفتك بالديون، علشان يشتري لنا بيت، بس أنت اللي ما قبلتي، أنت اللي طلبتي الطلاق. أقول لهم إذا هذا الشيء بيريحك، بس بشرط اطلقني. سارة أنت صار فيك شيء؟ مخك في شيء مينونة؟ أنت حسبالك أخوك بيتحملك؟ كلها أسبوع ولا أسبوعين بيطردك برا. أنا أعرف طريقي عدل يا راشد، بس انت سوي اللي عليك. راشد وين سار يا ابوي؟ إيه لسه تقاوى؟ مشكورة يا اختي، لا تكلفين على نفسك. لا كلفت على عمري ولا شيعته، بعدين انت دومك مستعير على ابو، ما تشرب عنا حتى فنيانك هواء. خليها مرة ثانية، لازم امشي. زيد تعال بخبرك، ان شاء الله تراضيته. انا اذنك.